اليوم عدد الإصابات يملي علينا العمل بطريقة مختلفة، لأنه عدد فرق التقصي بازدياد مستمر، عدد الفحوصات بازدياد مستمر، بحاجة إلى عدد مختبرات أكبر وبشكل لا مركزي. التواصل وإدخال المعلومات عن كل هذه الإصابات، عن الشخص، عن موقعه، عن عنوانه، عن رقم تليفونه، التواصل مع هذا الشخص بعد ظهور النتيجة، الإجراءات الصحية والطبية اللي بدها تتخذ، سعة القدرة على الغرف المستشفيات وغرف العزل وكل ههذه الأمور، أجهزة التنفس، نحتاج إلى إدارة هذا الموضوع بشكل علمي، هندسة إجراءات متكاملة، إجراءات واضحة، وأن نوظف كل الطاقات وكل البنية التحتية اللي موجودة في المملكة الأردنية الهاشمية من كل القطاعات الصحية، لأنه الدول اللي عم تنجح وبتستبق الأحداث هي اللي بتوظف كل طاقاتها وبشكل مستبق، وقاعدة معلومات تكون موجودة لكل المعنيين في يوم بيوم حول أي تغير عم بيصير فيها. فالاجتماع اللي كان اليوم أصحاب المعالي المعنيين، معالي وزير الصحة وأصحاب المعالي المعنيين بالجانب اللوجستي، في نقل، في معلومات، في كذا، في إدارة محلية، كلهم كانوا موجودين، بالإضافة طبعا لمركز الأزمات وخلية إدارة الأزمة، حتى نتأكد أنه كل الأجهزة، وأيضا في حوار مع القطاع الخاص حتى نجيب القطاع الخاص يكون جزء من هذا الموضوع، وتكون منظومة القطاع الخاص الصحي أيضا موجودة في احتياجاتنا وبشكل متكامل. فكان هذا الاجتماع الأول وكان ناجح الحمد لله، وإحنا منعول على جهود وزارة الصحة، جهود هائلة، والانتقال الآن عم بيكون للتعامل مع الأرقام اللي عم نشوفها مؤخرا. والله يعطيك العافية. الله يصبحكم الخير جميعا، شكرا معاليك وشكرا لترتيب هذا الاجتماع وبسرعة، لفريق الدعم اللوجستي للقطاع الصحي. الجهود اللي بذلت خلال 8 أشهر 9 أشهر من الجائحة جهود مذهلة. احنا يعني السرعة اللي تشكلت فيها فرق التقصي الوبائي، بروتوكولات الفحص، المختبرات، كل هذا تقريبا بدأ من لا شيء، لأنه إحنا يعني ما في دولة في العالم كانت عندها لا البنية التحتية ولا منظومة الإجراءات ولا خطوط الإجراءات المكتملة لشيء ما كنا بحاجة إليه. فهذا الوباء فرض نفسه فرضا، وبالتالي كان مستوى التعامل معه آني واستباقي إلى حد بعيد. جهود الجميع مشكورة في الاستمرار في الوقاية من جهة، والعمل الميداني على الحد من الانتشار وتخفيف الانتشار على المستويات القطاعية والجغرافية، وكل الجهود مشكورة للجميع، وخلية الأزمات وكل فرق التقصي وكل الإخوان أصحاب المعالي اللي معنيين بشكل مباشر. الآن هذا الفريق مهمته كبيرة، لأنه نحن ننتقل من مرحلة الإجراءات اللي فرضتها الجائحة اللي تملي أن يعمل الفريق على كل شيء من الألف للياء، إلى خطوط إجراءات متكاملة فيها توزيع للمسؤوليات، لأنه الحجم التحدي اختلف عن السابق. اليوم دقة الأرقام
أصبح موضوع في منتهى الأهمية. ما بصيرش أنا أجتهد على أي رقم يتعلق بمنظومة الصحية، أكان عدد الغرف المتاحة للعزل أو عدد الغرف المتاحة للآي سي يو أو عدد الفنتليترز وأجهزة التنفس اللي موجودة وقديش منها متاح وقديش منها غير متاح. لا يجوز أن نجتهد لما بيكون عندنا أرقام. أيضا عدد فرق التقصي، عدد الفحوصات اللي بتصير، عدد المختبرات اللي منودي عليها ومدى انتشارها، سرعة النتيجة وشو بنعمل بالنتيجة. الموضوع إذا يعني لم يعد يحتمل أيام لخروج النتائج، لأنه هاي الأيام كل دقيقة بتمر في أشخاص عندهم إصابة إيجابية هم مش عارفين وإحنا لساتنا ما خبرناهم وأهلهم مش عارفين، فعامل الوقت أصبح ضروري جدا. فإحنا عمليا عم ننتقل إلى خطوط إنتاج للفحص للتقصي للمعلومة لإيصال المعلومة لاستخدام المعلومة في الإجراء اللي بدنا نعمله للفرد ويمكن للمنطقة اللي بسكن فيها أو الموقع اللي بشتغل فيه. هذا علم، ومش قصة إن ما بيعود هذا بيضبط معه إنه هذه فقط مسؤولية وزارة معينة أو وزارة أخرى. تحتاج إلى عمل فريق يشمل كل أجهزة الدولة، لا بل أيضا الاشتراك كل البنية التحتية للمنظومة الصحية، كانت حكومة، الخدمات الطبية، الجامعات، وأيضا القطاع الخاص عندما نحتاج إليه، كما تعاملنا مع الفنادق في مرحلة معينة نتعامل مع القطاع الخاص بمنظومة متكاملة فيما نحتاج إليه من خدمات عندما نحتاجه. ولكن هذه المنظومة لازم تكون واضحة من الآن، لأنه لا سمح الله إذا هاي المتتالية الهندسية في الإصابات اللي عم نشوفها وعم نشوف في دول أخرى استمرت بهذه الوتيرة، علينا أن نعد أنفسنا للأسوأ، ولكن أن نستمر بكل جهودنا لكسر هذا المنحنى والبدء بتصحيحه. فإحنا بمسارين، وهالإجراءات اللي اتخذت البارحة فيما يتعلق بالدوام ويتعلق بالمدارس كلها تصب في هذه الإجراءات اللي ستحد من الإصابات، لكن بنفس الوقت بنيتنا التحتية وطريقة العمل علينا أن ننتقل بها إلى مستوى آخر مختلف كلياً عما تعودنا عليه، وعلينا أن نعتاد على هذا الأسلوب الجديد زي الفريق اللي بيكون عم بيصمم الأمور من التصميم إلى التنفيذ بأي خط بأي عملية، وبعدين بدك تنقله لخطوط إنتاج صناعية. هذا التحول في هندسة الإجراءات اللي إحنا عم نسعى إليه مش سهل، لأنه كل واحد متعود على مسؤوليته دوره وحصته والفريق شو بيساوي وأموره تمام، وبقول إحنا أمورنا تمام على الأرقام اللي كنا نقدر نستوعبها. أمورنا إذا استمرينا بإجراءاتنا السابقة لن نستطيع أن نتعامل مع التحديات اللاحقة. لذلك الموضوع ليس وجهات نظر، توجه دولي نحو السيطرة الكاملة على كافة مدخلات العملية الصحية وإمكانياتنا ومواردنا، نوظفها بشكل متكامل من كافة القطاعات حتى نصل إلى ما نبتغيه وهو السيطرة على الانتشار ولاحقا إجراءات العلاج. مهمة ليست سهلة، وأنا حاب أسمع من الإخوان، وهذا أول اجتماع لهذا الفريق، لكن أنا بدي هذا الفريق يجتمع بشكل يومي
لأنه المتغيرات اللي عم نشوفها يوميا علينا أن كل يوم بيطلع تقرير بالمستجدات بالتحديات بالأمور اللي بدها حسم الأمور اللي بدها توثيق، وهذا التقرير بده يتوزع على كل الفرقاء في هذا الفريق، وأيضا نسخة منه بدها تطلع لسيدنا، لأنه سيدنا معني بشكل مباشر أنه يتأكد أنه فعلا عم نشتغل بفريق واحد بهدف واحد، وما في قصة هذا موضوعي ما دخلكش فيه وهذا موضوعك ما دخلنيش فيه. لا يحتمل الوضع إطلاقا هذه الذهنية، وأنا بعرف أنه هذه الذهنية مش موجودة هون لأنه لكم فترة تشتغلوا مع بعض وقطعنا شوط، بس علينا الآن أن نواجه بكل جرأة هذا التحدي ونرتقي إلى مستوى هذا التحدي. فالله يعطيكم العافية، جهود استثنائية، الكل عم يعني يصل الليل بالنهار، أنا بعرف، ومعاليك وأصحاب المعالي والبشوات والأصحاب العطوفة عم نشوف جهودكم، وناهيك عن جهود الشباب اللي في الميدان، تحية لهم لأنه جهودهم استثنائية، والله يعطيكم العافية، وآمل أنه نطلع تكون خطة العمل وتوزيع المسؤوليات واضح قبل ما نخلص اجتماعنا اليوم، وبشكل مستمر برئاسة معاليك نمشي فيه.